بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي المحاضرة الثانية إن شاء الله، اللي هي بعنوان Biological Treatment Process، يعني عمليات المعالجة الحيوية. نبدي كبداية نعرف شنو هي المعالجة الحيوية. A process consists of the application of controlled natural process in which microorganisms remove soluble and colloidal organic matters from the wastewater and are in turn removed themselves. يعني بشكل مبسط عبارة عن عمليات طبيعية تستخدم فيها الأحياء المجرية بشكل عام، راح نجي عليها أنزيماتها أو المكونات الأخرى من أجل إزالة المواد العضوية والغروانية من الملوثات، وبالتالي هذه الأحياء اللي قامت بعملية المعالجة راح تبدي تزيل نفسها بنفسها، إذا راح نجي عليها في مبدأ المعالجة. طبعا معظم most of industrial effluents are heterogeneous and contain both dissolved and suspended matter، تحتوي على المواد العضوية الذائبة أو العالقة both organic and inorganic، وحتى تحتوي هذه الملوثات على المواد العضوية والمواد الغير عضوية. Treatment of such effluent of wastewater involves the removal of contaminants to prevent any adverse effect of receiving water or allow its reuse. زين، بشكل عام there are three treatment processes are usually followed. عندنا ثلاث أنواع من المعالجة. المعالجة الأولية نسميها بالبرايمري تريتمنتس، وهي أيضا نسميها بالفيزيوكيميكال بروسيس، عمليات فيزيائية كيميائية وير تحصل بها عمليات السيدمنتيشن ترسيب، كيميكال كوأجوليشن التجليط الكيميائي أو الترسيب بريسبتيشن، followed to the remove of porous and fine suspended solid. من فائدة من عدد شنو هو إزالة المواد الصلبة الكبيرة والمواد الدقائق الصغيرة من المواد الويست. سكندري تريتمنت هي نسميها ايضا بالمعالجه البيولوجي، اللي هي اصلا معالجه البيولوجيه، والتي تتضمن involves the removal of colloidal and dissolved organic matters or substances and some toxic chemicals. It is essentially a biological treatment process. وهي عباره عن معالجه البيولوجيه الاساسيه، وتقوم فيها ازاله كل المواد العضويه الذائبه. Tertiary treatments، المعالجة الثالثية هي أيضا تدعى بالadvanced treatment، المعالجة المتقدمة والتي يتم فيها إزالة بقية المكونات الموجودة بالويست، وخصوصا النيوتريانس مثل الفوسفورس والنيتروجين بالإضافة إلى الهيفي ميتالز. Biological treatment or secondary treatment mainly based on تعتمد على شنو؟ catabolic activities of microbes including طبعا النشاط الأيضي لكل من البكتيريا، الطحالب، الفطريات، البروتوزوا، الروتيفيرس، البراغيث نسميها أو النيماتودز أو الديدان. زين، principal requirements of secondary treatment شنو هي حتى تتم هذه المعالجة؟ شنو هي المطلبات الأساسية بشكل عام؟ أول شيء تجهيز adequate supply of microbes، يجب أن يكون عدد أو كمية الميكروبات وأنواعها بشكل ملائم موجود في داخل هذا الوسط. Ensure the contact of bacteria with effluent، أهم شيء عملية الكونتاكت بين الملوثات والميكروorganisms and oxygen availability. زين، secondary treatment وين نستخدمها إحنا؟ بشكل عام نستخدمها بالcontrolled environment or bioreactor في داخل نظام معالجة مسيطر عليه، أو باستخدام المفاعلات الحيوية، واستخدام المفاعلات الحيوية من أجل of shortening of the treatment time، من أجل تقليل فترة المعالجة. ومن هذه الأنواع من المعالجات ممكن أن نستخدم lagons الأحواض، stabilization pond أحواض التنظيف نسميها، وبالإضافة للbioreactor طبعا باستخدام الميكروبات أو الأجزاء النباتية أو البقايا النباتية إلى آخره. زين، هناك عدة تقنيات techniques used in biological treatment process. بشكل عام في هذه المحاضرة استخدمنا تقنيات اثنين في عمليات المعالجة. النوع الأول نسميها بالattached film growth، النمو المعلق نسميها، أو النمو الميكروبي المعلق، لايك مثال على تريكلينج فلتر المرشحات الوشيله راح نجي عليه بعد شويه، او البيولوجيكال ديسكس الاقراص البيولوجيه الدواره، او فيديودايزد بيت او نسميها بالمفاعلات التعويميه. هذا نسميه النمو البكتيري المعلق. النوع الثاني نسميه النمو الميكروبي العفو الاول واحد نسميه النمو الميكروبي الملتصق،
أما النوع الثاني نسميها بالنمو الميكروبي المعلق، نسميها بالسسبندد جروث بروسيس، والمثال عليه اكتيفيتد سلاج بروسيس أيضا راح نجي عليه. زين، هذا نجي ناخذ السسبندد جروث اكتيفيتد سلاج. كما تلاحظون بالصورة اللي أمامكم، هذا عبارة عن نظام المعالجة الهوائية باستخدام نظام الحمى النشطة، نسميها بالتريتمنت شو اسمه اكتيفيت سلاج بروسيس. مبدا عملها برنسبل اوف سسبندد جروث، اول شيء يقول رو سويتر، المياه الخام تدخل الى داخل الريشن تانك. كما تلاحظون اذا بالسهم نسميه هذا عباره عن الريشن تانك بهذا الشكل. طبعا هذا اذا قبل شوي ذكرنا برايمري تريتمنت، هاي اسمه جريت شامبر، وعباره عن برايمري تريتمنت. كليريفاير ايضا عباره عن مثل نسميها برايمري تريتمنت. ندخل الى داخل السكندري تريتمنت اللي هو الاريشن تانك، هذا عباره عن الاريشن تانك وعباره عن سكندري تريتمنت. مكوناتها يدخل الانفلونت منانه الى داخل هذه التانك، ثم يخرج المواد المعالجه الى الجزء الثاني نسميها بالسكندري كليريفاير المصفي، وفيها يتم بها عمليه ترسيب المواد العضويه المتبقيه او المايكرو اورجانيزمز، ثم التريتد افلونت راح يدخل الى الخارج. مبدا عمل مالتها تدخل المياه الملوثات عن طريق هذا البايب الى داخل هذا التانك، ويكون بتماس مباشر مع المايكرو اورجانيزمز. طبعا اهم عامل هو البكتيريا، تبدا البكتيريا شنو هو بعمليات الايض وتفكيك هذه المركبات العضويه الموجوده سواء كان ديسولت او كولويدال، والنواتج النهائيه مالتها عباره عن كربون دايكسايد. بعد ما توصل البكتيريا الى اعداد كبيره في داخل هذه التانك، نلاحظ انه تاتي كائنات حيه اخرى مثل البروتوزوا اللي تبدا بالاضافه الى معالجتها تبدا بالتغذيه على البكتيريا، وذلك الانتاج الطاقه. وبعد ذلك after the addition of large population of microorganisms creating raw water for a few hours removes organic matter، بعد عدة ساعات يتم بإزالة المواد العضوية بفعل النشاط الميكروبي سواء كان بكتيريا فطريات خمائر إلى آخره، and by synthesis into microbial cells، تحول بعد ذلك إلى خلايا ميكروبية. بعد ذلك قلنا تبدي عندما تزداد أعداد هذه الأنواع البكتيرية أو الميكروبات، تبدي البروتوزوا الكائنات الأكبر رقيا تبدي تغذى على هذه المكونات. حتى قبل شوية ذكرنا أنه نلاحظ هذه الأحياء واحد يزيل نفسه في عن الآخر في داخل نظام المعالجة. وبعدين settle the flow، هذا المواد المترسبة أو الحبيبات المترسبة راح يترسب في داخل هذا الكليريفاير، المياه النقية تخرج إلى الإفلونت إلى خارج. أما هذه المواد العضوية المترسبة أو الفلوكس راح يسوي عملية recycling ونعيدها للبرايمر كليريفاير، ثم بكليريفاير ثم يتم بها إزالة الفلوكس والمواد العضوية. أما المياه غير معالجة فتعاد مرة ثانية إلى داخل هذه الخزان. هذه هي بشكل عام مبدأ عمل النظام. ما أقدر أطول على مود الفيديو، أقدر أحملها بالموقع. هناك عدة متغيرات في داخل نظام المعالج حتى أحسبها. أول هذه المتغيرات بشكل عام نسميها الـ HRT أو نسميها الـ Hydraulic Tension Time، هي نسميها the time the average time in which the wastewater will spend inside the aeration tank، الفترة الزمنية اللازمة لبقاء السويج في داخل هذه المفاعلات. وممكن أن نحسبها بدلالة أنه يساوي V على Q. V هو عبارة عن حجم الخزان، والQ نسميها هو الفلو أو كمية الويست ووتر بالمتر مكعب بير داي تدخل إلى داخل هذا التانك. البي أو دي لود 2 هاي نسميها معدل الحمل العضوي، يعني تركيز المواد العضوية الموجودة في داخل هذا التانك، ونقدر نحسبها بدلالة شنو هو بحساب الفلو نسميها متر كيوبيك بير داي مضروبا في البي او دي. بي او دي اللي هو نسميها المتطلب الحيوي للاكسجين، ويقاس بالمليغرام بير لتر، بعدين نحوله الى كيلوغرام بمتر مكعب على حجم المفاعل نسميها الفي. اقدر عن طريق هذه اطلع كمية البي او دي الحمل العضوي. عندي نوع ثاني variable ثالث مهم جدا، هي عبارة عن food to microorganism ratio. food to microorganisms ratio ايش نقصد به؟ هي عبارة عن نسبة المادة الغذائية الموجودة في داخل التانك على شنو هو؟ على نسبة microorganisms موجود بها. فلذلك هاي النسبة تكون مهمة جدا، تتراوح تقريبا من 0.1 الى 0.7، يجب ان تكون في هذه الرينج، مهمة جدا في عمليات المعالجة. وهي ايضا نحسبها بدلالة نضرب الفلو في البي او دي
على MLSS نسميها Mixed Liquor Suspended Solid. هو عبارة عن شنو هو المايكرو أورجانزم المعلق الموجود في داخل التانك، تركيز الميكروبات الموجودة والمعلقة في داخل التانك مضروبة في حجم الخزان، فبالتالي أنا أقدر أحسب Food to Micro Organism Ratio. الـ BOD Efficiency شنو معناته؟ هي كفاءة الإزالة، هي عبارة عن Quantity of BOD Removed، يعني شنو هو؟ كمية المادة العضوية المزالة على كمية المادة العضوية الداخلة داخل التانك نضربها في 100، فبالتالي تطلع عندي نسبة مئوية. من خلالها أقدر أستدل أنه نظام المفاعلات مالتي تعمل أو يعمل بشكل صحيح وبكفاءة لولا. هذه أول فيديو إن شاء الله خلصناه.